حتى الديكور كان بسيط اللي عمله نور الشريف، بس عمل. لو نقلت لحاجات تانية، مسلسل زي الزير سالم. الزير سالم مسلسل عن دراما شعبية عربية عن العرب قبل الإسلام وقبل أن يدخل إبراهيم الحبشي للكعبة يهدم بيت الله الحرام، معمولة قبلهم، وعن التغلبيين والبكريين، اتنين من القبائل بيتصارعوا، فيقتل كليب بن ربيعة، فأخوه الزير سالم يقول يا لثارات كليب ويقرر الانتقام. دول عرب وكفار، ما خلهمش ليه باللهجة الدارجة السعودية أو لهجة بلاد الحجاز اللهجة الشعبية. لماذا أصر حاتم علي؟ ومين الكاتب؟ مين الكاتب؟ شاعر عظيم ومؤلف ومسرحي، ممدوح عدوان. ممدوح عدوان هو اللي كاتب الزير سالم. فلما تشوف الصراع بين التغلبيين وبين البكريين اللي ينتهي انه يقرر الزير سالم الا يبقي اي شخص على وجه الارض. وهو اسم المسلسل غير الزير سالم هي حرب البسوس، لان البسوس حرب اشعلتها امراه بسبب الناقه بتاعتها اللي كانت بتوديها ترعى عند كليب، فقرر الزير سالم لان جساس قتل كليب وقتله من ظهره. والحكم والروعه الجميله في الابداع بتاعت المسلسل بتاع الزير سالم، لما يروح يستجير اخو جساس ب يستجير بالزير سالم ويبات عنده، يقول له يا خالي انا هقعد عندك خلاص وانا كرهت اهلي واقاتل معاك، ويخليه نايم يسرق الحصان بتاعه، لانه زمان كان العرب اهم حاجات للنصر الحصان. لذلك الحارس بن عباد اللي عمل دوره خالد تاجه كان حصانه بيساهم جدا في انتصاره، وكان اسمه اليمامه، بيساهم في انتصاره في المعارك. فراح سرق الحصان، فابوه مره بيقول لابنه من اين جئت، كيف جئت بهذا الحصان؟ قال له هذا حصان الزير سالم. قال له ما بقولكش حصان مين يا روح امك، انا بقول لك من اين؟ قال له سرقته. قال له ما تكلمش حد عن الموضوع ده واكتمه. قال له ليه؟ قال له لك تحكي هذه القصة لأحد لئلا تموت النخوة في نفوس العرب فلا يجير أحد ملهوفا بعده. ده الكفار، خد بالك منطق الكفار. فكان في مسلسل بلغة عربية، دول ناس جهلة أميين، مش عايز أقول جهلة طبعا، إني يعني وقتها كان الشعر الزير سالم الأشعار بتاعته العظيمة، وكليب بن ربيعة في القصيدة بتاعت لا تصالح اللي استوحى منها الشعر الكبير أمل دنقل قصيدته العظيمة للرئيس السادات لا تصالح، ولو منحوك الذهب أترى حين أفقع عينيك وأثبت مكانهما جوهرتين، هل ترى هي أشياء لا تشترى، كان بيقول السادات ما تصالحش على كامب ديفيد، أخذها من التراث بتاع حرب البسوس وبتاع الزير سالم. عمل بعد كده زي ما قلت لكم عابد فهد، وعابد فهد ممثل من ممثلين التقال، كان عامل جساس وكان مشارك في مسلسلات عديدة عندنا في مصر، وعمل حسن الصباح. عمل حسن الصباح بإبداع، عمل حسن الصباح بأداء. وشوف عمر الخيال، ورد الخيال، وشوف الشغل المعمول. فأنت بتقول لي أصل هي مش يعني عارف مش عافية، يعني مش كتف، مش العافي ما عادش بياكل لقمته على راي عم عفتاح. لا ده هو فن يا حبيبي، مش عن عن